السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لا كونفيغوراسيون بازيك دان كوميتاتور. دونك بور فير سا بيان سور غادي يكون داكشي افيك دي زيكسبليكاسيون. غادي نحطوا ان سويتش مفهوم. هذا السويتش غادي نعطوه ان نون اللي هو بار اكزومبل اس دبليو 1. مازال ما شعلش خليه و سي ترو. اذا وغنحطوا ان اورديناتور اوسي. Voilà, le PC1, maintenant connecté avec le switch là. Voilà, donc le switch qui va nous donner un SMIA SW1. Voilà, on va voir le display name. On va voir le host name qui est le nom qui est la config, le display name qui est là. Donc, toujours la première configuration ou bien le premier accès à un commutateur ou bien un routeur se fait à l'aide d'un câble console. Et donc, on va connecter le switch à l'ordinateur avec un câble console. Voilà le câble console. On va choisir le console et on va choisir le RS-232. Voilà. On va accéder à le commutateur, bien sûr, comme vous voyez. Et donc, on va choisir directement le desktop ou on va choisir le terminal. Vu qu'on a déjà parlé de ça dans l'autre vidéo. يعني خاصنا ان تيرمينال بحال بوتي بحال ايبر تيرمينال بحال تيرا برو. هادو سون دي تيرمينو. اوكي هنا كيطلع عندنا لو سويتش بيان سور. اذا هنا هذا الديماراج ديالو يعني كيطلع لك لينيسياليزاسيون ديال الفلاش لينيسياليزاسيون ديال الاكس موديم ولا السيستيم اللودينغ ديال الايماج اكسيتيرا. فو فوي هنا كيعطيك كاع دي زانفورماسيون على لو سويتش. يعني هنا كيف ما كتشوفوا كيعطيك لادريس ماك كيعطيك النيميرو ديال الكارت مير النيميرو ديال الباور سبلاي اللي هي البواط داليمونطاسيون النيميرو ديال الموديل انسيتويت كلشي كيعطي لك هنايا الفيرسيون ديالو اكسيتيرا. فوي ابري كيهبط لتحت تلقى من سويتش شحال من بور فيه الموديل ديالو الفيرسيون اللي خليك او كتلقى حتى الايماج مفهوم جيد. اذا هنا تعطينا المود utilisateur, le mode utilisateur juste pour tester la connectivité pour l'accès par internet par SSH ainsi de suite. Yani katma mode utilisateur avec des droits limités. Et donc باش ندوزو حنايا نبداو نكونفيغورو كنديرو enable soit enable soit commande ina yani commande abrégée. D'accord, هنا عندنا le droit باش نبداو quelques configurations و تنديرو حتى لا فيجواليزاسيون. يعني في هذا المود بالضبط هذا المود هذا تنحاولوا نديرو لا فيجواليزاسيون تنحاولوا نتيستيو لو بينغ تنحاولوا نكونفيغوريو كلكو شوز يعني كوم لا دات اي لور ان سو سويت بار اكزومبل. غنمشيو ندير شاو كلوك يعني هنا باش كنشوفوا لا دات اي لور. لا دات اي لور اللي عطاتني دابا عطاتني 1993. دونك هنا اول حاجه خاصنا نكونفيغوريو لا دات اي لور via la commande il y a clock set on t'en a la date et l'heure. La date et l'heure par exemple on a le 12 normalement ça نديرو بار اكزومبل لو 15. هنا كيشوف انت اش من شهر. داكوغ الشهر كتكتبو باللونجلي وكتكتب ثلاثة الحروف الاولين مانت يعني غنديرو مثلا ماي وكتكتب السنة. داكوغ السنة هي 2018 اونتري. يعني ملي غنعاودو نرجعو نديرو الشاو كلوك غادي نلقاو الساعة تقادات سا مارش تخي بيان. اذا هنا في هذا لو مود هذا كيف ما قلنا نقادو الساعة والنهار والشهر وداكشي يعني لا دات اي لور دو سيستيم. داكوغ وكنديرو لا فيجواليزاسيون نشوفو الساعة نشوفو لا كونفيغوراسيون اكسيتيرا. نقدرو مثلا نديرو الشاو راني كونفيغ. راني كونفيغ يعني كنقصد لا كونفيغوراسيون اللي كاينة في لا رام. دونك راني كونفيغ اونتري ديما كنكتب النص ديال الكوموند وكندير التابولاسيون باش تيكمل. انا طيعتك لا كونفيغوراسيون باغ ديفو بحال السمية ديال السويتش هي سويتش par défaut que je compte switch les interfaces span intro déjà activé on active le PVST on active le STP non le PVST يعني حيت كاينين فيه دي فيلان غادي تلقى ال STP الا كنتي خدام بان بون
جيد. هنا كتلقى لي زانترفاس، كتلقى الفيلان يعني نو اي بي ادريس وديجا شات داون، فوايي لاين كونسول ما مقادش، لاين في تي ايكغيك اكسيتيرا. اذا باش نبداو لا كونفيغوراسيون غنديرو كونف تي، داكوغ؟ كونف تي، كونف تي يعني كونفيغور تيرمينال، كونفيغور تيرمينال او كنديرو كونف تي. هنا كدوز المود دو كونفيغوراسيون جلوبال، يعني كتبدا لا كونفيغوراسيون كلها، يعني اي حاجه بغيتي تكونفيغور خاصك تدخل الكونفيغوراسيون جلوبال، عاد من بعد تقدر تدخل لي مود دو كونفيغوراسيون سبيسيفيك. النقطه الاولى خاصنا نقادو لو نو، لو نو هو سويتش. اذا غنديرو مثلا هوست نيم نسمو اس دبليو 1، لا لاحظتوا معايا هو ولا سميتو اس دبليو 1 هنايا، بدلتي السميه داكوغ. اذا هنايا نقدروا من وراء لو نو غادي نمشيو ونديرو اون بانيير، اون بانيير هو واحد ميساج دي جور، يعني ميساج دو بيان فوني اللي كنسميوه حنايا بانير موتد، او كتفتح دياز. سوا كتكتب ميساج عادي بحال هكا بيان فوني بار اكزومبل، بيان فوني سور مثلا اس دبليو 1 ونعاودو نسدو هذاك دياز. سينو كنمشي كنضرب اونتري الا بغيتي تصوب شي حاجه مقاده شويه، مثلا فوالا، وغادي نهبط وغندير مثلا نكتب الميساج ديالي اللي هو بيان فوني داكوغ، ونعاود نزيد هادو ونسد بدياس، حيت قال لك هويا انتر تكست ميساج اند ويز دو كاركتر هذاك دياس اونتري. اذا هنا هذا ميساج دو بيان فوني، يعني عوض غادي تطلع لك بيان فوني بوحده غيطلع البيان فوني بهاد اللعيبات اللي دايرين بها، داكوغ؟ جيد. اذا هنايا غادي ندوزو لاوتر شوز اللي هو نون دو دومين دي ان اس، يعني خاصنا نقادو ان نون دو دومين. نون دو دومين يعني كدير اي بي دومين تيري نيم داكوغ، وكتكتب دومين بحال يو اي تي اس بوان ام ا باغ اكزومبل، هذا سي نوتخ دومين يو اي تي اس بوان ام ا، مفهوم؟ يعني هنا كتحدد لهداك لو سويتش فوالا هاد لو نون دو دومين، وهاد لو نون دو دومين وهداك الهوست نيم فاش غينفعو اكزاكت تقدرو ينفعو في لي فيشي لوغ، وكينفعو حتى في الاس اس اش يعني في السيكوريتي داكوغ. ملي كتبغي تروجينيري واحد لاكلي كتروجينيرا بهاد السميه ديال الدومين، الا ما كانش عندك الدومين ما يتقادش الاس اس اش، ما يخدمش ليك الاش تي تي بي اس، بزاف ديال الحوايج. اوتر شوز اللي هو لا ريزوليسيون دانس، خصنا عندك الريزوليسيون دانس وعندك لي سيرفيس ويب او بيان لي انترفاس ويب، خصنا دائما نديزاكتيفيهم. نو اي بي اتش تي بي بعدا نكتبو سميتها لا ريزوليسيون دانس، نو اي بي دومين لوك اب، يعني هاد لا كوموند هادي كديزاكتيفي لا ريشيرش او بيان لا ريزوليسيون دانس. هاديك الريزوليسيون دانس اول حاجه ما كتبقاش توحل فشي كوموند، الا غلطتي فشي كوموند ما كيتبلوكاش. ثانيا الى جات شي ريشيرش ماياج ما يبقاش معطل يقلب عليها ويصيفط دي ميساج برودكاست داكوغ. نو اي بي دومين لوكال. اوتر شوز خاصك ديزاكتيفي لي زانترفاس ويب. ملي تهضر على لي زانترفاس ويب كنهضر على اتش تي تي بي و اتش تي تي بي اس، واخا الاتش تي تي بي و اتش تي تي بي اس ما تخدموش باكيت تراسر، مي حنا غنتيستيهم. نو اي بي، نو اي بي اتش تي تي بي سيرفر، يعني هنا بلوكيتي الاتش تي تي بي، مفهوم؟ وغتعاود ثاني نو اي بي اتش تي بي سيكيور تيري سيرفر، هنا ديزاكتيفيتي الاتش تي تي بي و الاتش تي تي بي اس داكوغ. مزيان الى حد الان حنا غاديين مزيان تري بيان. اذا هنا ما نساوش بانه خصنا نليو هذا الاورديناتور هذا مع كابل دغوا، غادي نمشي مثلا نليه من بور 5 ولا البور بلاتي اتوندي، غادي ندير مثلا البور 6 وغادي نليه مع البيس سامخ، هو بيس مليه. غادي نمشي غادي نعطي واحد لادريس اي بي لهداك لورديناتور، نمشيو مثلا للديسكتوب سدو التيرمينال ونعطيو اون ادريس اي بي مثلا 11 فوالا اون ادريس اي بي اللي هي 11 سامارش. اذا هنا الا بان لكم شي سويتش ولا ولا روتور مازال شاعل بالليمون هنا، كليكوا على ديك فاست فورورد تايم باش يشعل توت سويت اون اوفر. نرجعوا دابا للتيرمينال ديالنا اوكي ونكملوا. اذا
إذن قدينا لا دات إيلور، قدينا النوم ديال الكوميتاتور، لا بانيير، النوم دي دومين دي ان اس، قدينا لا ريزوليسيون، لي زانترفاس ويب، غادي ندوزو دابا لي زونتخي دون لا طابل دي هوت، لي زونتخي دون لا طابل دي هوت، داكوغ؟ إذن هنا كنديرو اي بي هوست وكنعطيو سمية، مثلا هاد السمية غادي نمشي بي سي 1، عندنا ديجا بي سي 1، غادي نحط بي سي 1 وكنحط لادريس اي بي ديالو. عطيناه 1.11 دونك كتعمر لا طابل دي هوت هاد لا طابل دي هوت كتعمر بهاد لا كوموند كدير اي بي هوست وكتكتب البي سيات وكتعمر ديك الطابل ديال هذاك لو سويتش سا مارش مزيان من بعد لي طابل اوت كنقدروا نقادو الاف تي بي يعني اي بي اف تي بي او هنا تتقاد شنو بغيتي واش بغيتي دير باسيف بغيتي دير باسورد بغيتي دير يوزر نيم يعني باش كتبقى تدخل الاف تي بي حتى هو كتقاد بيه لاكسي بحالو بحال الاس اس اش بحال التالنت ان سي سويت داكوغ ولكن اف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول غير هنايا كدير شنو بغيتي نتايا واش بغيتي تعطي واحد السميه ديال الاف تي بي والمود باس ولا تقاد الكونيكتيفيتي يوزينغ باسيف مود هنا خصنا اول حاجه خصنا يكون عندنا ان سيرفر في لا توبولوجي ديالنا ويكون انستالي فيه الاف تي بي سي تري بيان دابا غنحددو السيرفور دو نو السيرفور دو نو هو دي ان اس اذا كدير اي بي نيم سيرفر وكتعطي لادريس اي بي لادريس اي بي غادي نحتاجو مثلا 192 168 1254 هذا سي تان سيرفور دي ان اس يعني لادريس اي بي دي سيرفور دي ان اس سا مارش واذا هذا لادريس اي بي ديال السيرفور دي ان اس سي تري بيان اذا دابا غادي ندوزو لاوتر شوز توجور هذاك لو سويتش راه ني با سيكوريزي ولا هذاك لو روتور راه ني با سيكوريزي باش نسيكوريزيو هاد لي سويتش ديالنا خاصنا دي مود باس مفهوم المود باس اول مود باس هو لاكسي او مود بريفيليجي يعني مني غنمشي انا اكزايت مني غنمشي انا دابا في المود اتيليزاتور يعني درت كنترول زد ودرت اكزايت خرجت المود اتيليزاتور اين فوا غندير انيبل كيدخلني المود بريفيليجي ملي كندخل المود بريفيليجي مابقيتش سيكوريزي ان كونفتي اذا هنايا خصنا ان مود باس باسورد ونعطو المود باس غادي نعطي مثلا سيسكو باس مثلا هنايا هاد انيبل باسورد سيسكو اشنو تيوقع بالضبط كنترول زد اكزايت اين فوا غدير انيبل يطلب لك المود باس فوي وليتي ان بو سيكوريزي سيسكو باس لو بروبليم ديال هاد لو مود باس هذا هو انه في لافيشاج تيطلع اون كلير يعني الا درنا شاو راني كونفيك غادي نلقاو لو مود باس مرق كلير مفهوم يعني يقدر يشوفو شي واحد ولا يكون نكون انا داخل لو سويتش يقدر يشوفو او ما شابه بوغ سا اشنو خاصنا نديرو خاصنا نكريبتيو هاد لو مود باس باش نكريبتيو هاد لو مود باس نادو الناس وصوبو لينا ان اوتر مود باس اللي هو انيبل سيكريت وكنديرو سيسكو سيك سيسكو سيك يعني كتسيكوريزي هذاك المود باس هنا كيتكريبتا فيا لو ام دي 5 ميساج دي جيست 5 داكوغ مزيان باقا لينا دي زوتر شوز انا دابا داخل لهاد السويتش هذا عن طريق تيرمينال يعني خدام بالكابل كونسول كوم فو فوي انا خدام بكابل كونسول اذا هنا حتى الكونسول خصنا سيكوريزيو باش نسيكوريزيو هاد الكابل كونسول هذا ولا هاد لاكسي باغ كونسول خصنا لاين كون ولا كونسول زيرو توجور كنديرو زيرو حيت السويتش فيه ان سول كابل كونسول ان سول بور كونسول يعني ميمكنش نديرو نبرونشيو 3 كابل او بيان 4 كابل داكوغ عندنا ان سول لين كونسول هنايا كدير لو مود باس باسورد وغادي نديرو مثلا سيسكو كون يعني سيسكو كونسول سيسكو كون وهنا خاصك تاكتيفي ليتيليزاسيون ديال المود باس انت دخلتي مود باس خاصك تاكتيفي ليتيليزاسيون ديالو فيا لا كوموند لوغ ان داكوغ اكتيفي ليتيليزاسيون دو مود باس فيا لوغ ان بور ديزاكتيفي لي ميساج نون سوليسيتي يعني الميساجات غير نافعه ما عندنا ما نديرو بهم فلاكسي بار كونسول كيبقاو طلعوا لينا كلكو ميساج كنديرو لوغين سينكرونوز داكوغ لوغين سينكرونوز هاد لوغين سينكرونوز مزيانه بور ديزاكتيفي لي ميساج نون سوليسيتي تري بيان ابخي تقدر تعطي واحد تايم اوت يعني اكزيك
exact time out d'accord exact time out يعني كتعطي واحد بحال السويتش بحال غيجلس ويخرج اون في بحال البيسي ديالك ما كتتحركش لا سوري تجلس واحد 10 دقائق وتطلع في تطلع واحد مود باس يعني هنا كيتسمى التايم اوت غادي نعطيو مثلا 10 دقائق داكوغ جيد اكزايت دابا حنا سيكوريزينا لاكسي بار كونسول غادي نشوفو دابا كيفاش نسيكوريزيو لاكسي بار تالنت يعني انا مثلا ما يمكنش هذاك لو سويتش نبقى دائما خاصني كابل كونسول وندخل ليه انستيتيوت نقدر ندخل اديستان اذا باش ندخل اديستان خاصني ان بروتوكول اللي كيعطيني هاد لاكسي هذا اللي هو هاد البروتوكول اللي هو سواء تالنت سواء اس اس اش وكاين حتى الاف تي بي حنا كنخدمو غير بالتالنت ولا بالاس اس اش ما التالنت ني با سيكوريزي دونك كنستعملو الاس اس اش علاش التالنت ماشي سيكوريزي البروبليم ديال التالنت سي كو هذاك التالنت كي ترانسفيري لي دوني و اون كلير يعني ما تيكونوش كريبتي يعني الا جا شي واحد وبغى يسنيفي لينا لي دوني اللي كيسيركيلو في لو ريزو هذوك لي دوني اللي كيمشيو بالتالنت كيكونوا مرقين دونك لاين في تي اي كنديرو 0 نورمالمون في لو سويتش كيكون عندنا دو 0 حتى ل 15 اللي هو 16 لين دو 0 ا 15 تقدر تقسمهم من 0 حتى 7 ومن 8 حتى 15 او ما شابه شوف انت شنو بغيتي وكتعطي المود باس داكوغ لو مود باس غادي نعطيو مثلا سيسكو تالنت ونأكتيفيو المود باس ولا ليتيليزاسيون مود باس ميم شوز يعني كيفاش نديزاكتيفيو لي ميساج نون سوليسيتي نعطيو من بعد واحد الاكزاكت تايم اوت فوي اكزايت اذا هنا درنا لا سيكوريزاسيون د لاكسي او مود بريفيليجي او مود او بيان لاكسي بار كونسول اي لاكسي بار تالنت سا مارش اذا دابا غادي ندوزو لاوتر شوز اللي هو لا كونفيغوراسيون دي بور ملي كتهضر على الكونفيغوراسيون ديال لي بور كتهضر اكزاكتومون على لي زانترفاس مفهوم يعني لي زانترفاس حنا غنديرو مثلا داو كنسبقو هاد داو بوغ كيل غيزون الا كان ديك الكوموند ماشي في بلاصتها يعني في ماشي في المود ديالها تنسبقو قبل منها دو مثلا الا درتي الشاو هاديك الشاو ما تخدمش في المود دو كونفيغوراسيون جلوبال تخدم في المود بريفيليجي دونك باش تخدم لينا في المود دو كونفيغوراسيون جلوبال تنسبقو قبل منها دو اذا دو الشاو بار اكزومبل اي بي انترفيسز ولا انترفيس بريف وكيعطيك كاع لي زانترفاس اللي كاينين اللي هما من الفاست 01 بقى غادي حتى الفاست 24 او اوسي كيعطيك واحد 2 جيجا بايت ايثرنت مفهوم وكيعطيك واحد لو فيلان سا مارش اذا باش ندخلوا لهاد لي زانترفاس كاملين ونقادوهم انا فوا هما نورمالمون في لو سويتش شنو كيتقاد فين بالضبط كتقاد لا فيتاس وكيتقاد دوبليكس وكتشعلهم ولا كتطفيهم بوين فينال اذا غنديروا انت الرانج اللي هي انترفيس الرانج اللي هو بلاج وغادي نديرو اف ا 01 يعني من 1 حتى ل 24 مفهوم ما يمكنش ندخلو معاه هاد جوج حيت هادو جيجا بايت وحنا خدامين في الفاست فوالا اذا نورمالمون عندك سبيد والدوبلكس بار ديفو راه كيكونوا اوتو انت تقدر لبيتي تقادهم او تزيد فيهم او ما شابه كدير مثلا سبيد وهنا تشوف شنو تعطيك تعطيك اما 10 اما 100 اما اوتو حيت حنا عندنا سويتش فاست ايترنت داكوغ ماشي جيجا ايترنت او ما شابه اذا هنايا سيميو تكون اوتو ملي كدير اوتو توجور كيمشيو لديك الفالور ديال السويتش ولا البي سي اللي عنده قليله مثلا عندنا سويتش ايترنت سويتش فاست ايترنت الفاست ايترنت راه في الفيتاس ديال لي زانترفاس كتكون 100 ولكن الايترنت كتكون 10 دونك غياخذوا 10 هنا كتاكتيفي لا نيغوسياسيون بيناتهم ميم شوز بور دوبلكس ملي كنهضروا على الدوبلكس كنهضروا على الميثود دو كومونيكاسيون داكوغ واش فول دوبلكس داكوغ ولا هولف دوبلكس يعني في جهه وحده ولا اوتو من الاحسن تكون اوتو يا بار ديفو كتكون اوتو داكوغ مزيان باش تاكتيفي ولا ديزاكتيفي كدير ناو شوت داون باش كتاكتيفي هاد لي زانترفاس ولا شوت داون باش كتطفيهم سا مارش جيد اذا نديرو اكزايت دابا بقات لينا اوتر شوز كيفاش غادي نعطيو حنا دابا قادين التالنت مفهوم تالنت سا مارش مي كيفاش غادي نقدروا نعطيو اون ادريس اي بي للسويتش علاش حيت التالنت كتخدم بيان سور عن طريق ادريس اي بي اذا خاصنا اون ادريس اي بي ادريس اي بي ما كتعطاش لي زانترفاس حيت الا مشيتي درتي انت ودرتي اف ا
01 ودرتي لها اي بي اد ما كاينش هاد الكوموند فو فوايي. اذا هنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا اما سويتش ال 3 ولكن الا حنا بغينا هاد السويتش هذا هو اللي ناكسيدو ليه بار تالنت مفهوم. ما يمكنش اي سوسيتي تفرض عليها حقا سيرو شريو ال 3. اذا هنايا شنو داروا؟ داروا لينا الفيلان انت فيلان 1 وهذاك الفيلان 1 نعطيو ادرس اي بي اي بي اد 192 168 1 2 والماسك داكوغ. وضروري نديرو نو اس اش باش يشعل داكوغ. ضروري نديرو نو اس اش باش نشعلو هذاك الفيلان اكزايت. قادينا الفيلان سا مارش مزيان. دابا السويتش ولات عندو اون ادريس اي بي. حتى الا بغينا نتيستيو على لو بي سي ولا من البي سي لي راه الي بوسيبل يعني غنمشي ندير بين 192 168 واحد جوج وغيبان لينا لو بينغ سا مارش نورمالمون. يتعطل واحد شويه في الاول مي توجور لو بينغ سا مارش ريكويست ريموت فوالا لو بينغ سا مارش. هاو بينغ دايز صايي جيد. غادي ندوزو دابا لاوتخ شوز لاوتخ شوز. غادي نسوف كارديو هاد لا كونفيغوراسيون هو يعني قاديت الكونفيغوراسيون بازيك تقريبا كلها. اللي بقى لينا هو كيفاش غنديرو السوف كارد ديال هاد لانتر ديال هاد الكونفيغ هادي. اذا هنا عندك دو شوز سوا دو رايت يعني كتشوف كاردي ديريكتومون في الانفيران فوالا او بيان غتمشي للمود دو كونفيغ المود بريفيليجي وتكتب رايت باش كتشوف كاردي ديريكتومون او بيان كدير سيدي كوبي راني كونفيغ كتاج داكشي اللي كاين في الران وتحطو في اوتر ديسيناسيون سوا تحطو في الفلاش سوا في اف تي بي سوا في ستارت اب كونفيغ سوا في تي اف تي بي. اذا غنديرو ستارت اب كونفيغ اي فوالا كيقول لك ديستيناسيون فايل نيم غتخليها هي ولا تبدلها خليها بار ديفو داكوغ. اذا هنايا هاد الكونفيغوراسيون هادي تخبات في ستارت اب. غنشوفو ستارت اب فين كاينه. نورمالمون كتكون في الميموار فلاش هنا فين كتكون فوي يعني الا مشينا درنا دير فلاش غيعطيك كاين عندنا ديجا الايماج اللي هو السيستم ديكسبلوطاسيون وعندنا واحد كونفيغ بوان تكست. كونفيغ بوان تكست هو فين كاينه لا كونفيغوراسيون داكوغ جيد. هو فين كاينه لا كونفيغوراسيون. غنمشيو دابا حنا كونفيغيرينا قادينا كلشي غادي نمشيو نتيستيو لاكسي بار تيلنت من البي سي. ها هو لورديناتور كتدخل ليه وكتمشي الكوموند برومبت وغادي نديرو سيدي تيلنت داكوغ وغادي نكتبو لادريس اي بي ديال السويتش. هنا غيطلب لينا المود باس كتب لينا بيانفوني غيطلب لينا المود باس ديال التيلنت اللي هو سيسكو تيل داكوغ سيسكو تيل. اذا هنا غنديرو انيبل وغيطلب لينا عاوتاني المود باس اللي هو ديال لاكسي او مود او مود بريفيليجي اللي هو سيسكو سك. يعني ملي كتاكتيفي مود باس اللي هو مود سكري او بيان مود باس سكري بحال لا تيلغي لك داك الاول اللي تيكون نون كريبتي كيولي خدام بالكريبتي. غنديرو سيسكو سك سيسكو سك اونتري فوالا. اذا هنا غنمشي نديرو مثلا شاو راني كونفيغ ولا غنديرو مثلا ستارت اب كونفيغ فوالا. اذا هنا يعطانا النو اي بي دومين لو كاب عطانا سيدي الدومين عطانا الهوست عطانا لادريس اي بي ديال دانس انسيت سويت فو فوايي. هنا واحد النقطة أخرى نسيتها لي مود باس عطانا السكري ديجا كريبتي ولكن نو كريبتي مرق. إلا هبطتي عاوتاني الأخر غادي تلقى كو لو مود باس ديال التيلنت والمود باس حتى وديال الكونسول حتى هما ماشي كريبتي. إذا باش نكريبتيو هاد لي دو مود باس كنأكتيفيو واحد الكوموند اللي هي سيرفايس باسورد انكريبشن. هاد سيرفايس باسورد انكريبشن نديرو داو دبل في ار. شنو كدير هاد الكوموند هادي؟ هاد الكوموند كتكريبتي لي كاع لي مود باس. ولكن الفرق انه كاين عندنا اللي غادي تلقاه كريبتي بالسينك وكاين اللي كريبتي بالسات. ها هما مثلا ملي غتطلع الفوق غتلقى هذا كريبتي بالسينك. هذا اللي كريبتي بالسينك كيكون ما يمكنش تركيبيري ابدا. علاش؟ حيت فيه اولا في لي نيميرو من 0 حتى 9 في لي زالفابي من يعني من دو ا حتى للزد ماجيسكول لي زالفابي من ا حتى للزد مينيسكول وعندو لي كاركتر سبيسيو انسيتويت. يعني غتلقى واحد دو ا لا بويسونس دو 156 حاله باش ترجعو
voyez, mettez 256, qu'est-ce que je vais dire? Les probabilités. D'accord? Les probabilités, c'est que 256 حالة. عاد تقدر تريكيبيري يعني خاصك ايام جيد ومازال ما ترجعوش داكوغ دابا مني غنمشي عاوتاني وغادي ندير الشاو ستارت اب كونفيك غنلقى كو لي مود باس ديجا ولاو كريبتي ولكن بزاف اذا هذا المود باس هذا الا حطيناه في ان سيت ويب كاينين دي سيت ويب اللي تيرجعوه غادي يرجعوه ما هذا اللي حطيناه ما غاديش نقدروا ريكيبيرو داكوغ جيد اذا تقريبا هادشي اللي كاين غادي نشوف دابا autre chose très important même sur autre chose d'abord très important les wa qui fait je vais nous par exemple nous avons de la configuration on met dans un serveur TFTP pour ça je vais marcher on va ajouter un serveur هنا هذا اللي مع le switch comme vous voyez on va نسميه مثلا TFTP OK on va lui donner une adresse IP 192.168.1.254.1.255 fast forward time هذا غنسمي TFTP او ميم طون بلس DNS نديرو فيه DNS بلس HTTP فوالا باش نتيستيو كلشي على فوا الوغ دابا ها هو TFTP اشنو غادي دير بالضبط غادي تمشي سيدي تدخل لهذاك لو سويتش داكوغ تدخل لو سويتش سواء عن طريق التيرمينال ولا تدخل حتى من هنايا با دو بروبليم من سي ال اي وغادي نديرو كوبي بعدا نبينغيو على TFTP Voilà, le ping ça marche. On a ouvert d'abord et tout de suite. Voilà. Et dans un écart de copie, on a juste startup config. On va dire tout TFTP. Qui dit que l'adresse IP est 192.168.1.254. D'accord. Le fichier on va le SW config. Ha wa copie. Et dans là, on va vérifier ou faire le serveur. On choisit le service ou on choisit le TFTP. وغادي نلقاو الكونفيغوراسيون بشرط خاص تي اف تي بي يكون اون غادي نمشي دابا لاوتر شوز هذا الاش تي بي والاش تي بي اس اون ديجا شاعلي مفهوم وغادي نمشي نتيستي من هنا الا مشيت للويب وكتبت لادريس اي بي 192.168.1.254 وندير جو غي افيشي ليا هذيك الباج اللي كانت هنايا مثلا باش نديرو واحد التيست ندير ويلكم بحال هكا ويلكم تو سيرفر تي اف تي بي ونكتب تيغي ندير يو اي تي اس بوان ام ا مثلا هاو غنمشي نتيستي دابا في البي سي جو هاو ويلكم تو سيرفر تي اف تي بي يو اي تي اس بوان ام ا جيد ولكن واش حنا غنبقاو خدامين بلي زادريس اي بي ما يمكنش بوغ سولا خاصنا نقادو مسيو لو دي ان اس ديجا شرحت الدي ان اس في لا بارتي ديال السيستم هنا جوستومون غنشوفو كيفاش نتيستيوه غنمشي سيدي للدي ان اس خاصنا اول حاجه اون وغنعطي واحد السميه نعطي 3w.uats.ma تيب غنخليها ا ولادريس هي 192.168.1.254 حيت هنا هذا تيب دونغوجيسترمون كاين السوا والان اس يعني هذا ستارت اوف اوتوريتي اللي كتكون ديز انفورماسيون على الزون ان اس يعني النوم دو سيرفور والا اللي هو كيدير لك لا ريزوليسيون من ان نوم لون ادريس اي بي وانا السينيم باش كدير واحد لا ريفيرونس داكوغ واحد الاليات نديرو اد غنمشي دابا للبي سي وغادي نتيستي دابا بالسميه يعني غندير 3w.uits.ma وندير جو فوالا فوايي هنا كاينين عندنا دي زوطر شوز في داك ال اتش تي تي بي مثلا غنمشي معاك ال اتش تي تي بي اتش تي تي بي كما كتلاحظوا معايا عندنا واحد هلاو وورد غادي نمشي ناخد هادي كنترول سي نديرو هلاو اكس انت مثلا ياك غادي نمشي ونتيست هنا ندير سلاش كنترول في هلاو
word.html. Go. ها هو hello x. Vous voyez? إذن تقريبا هادشي اللي كاين تقريبا هادشي اللي كاين في لا كونفيغوراسيون بازيك دان كوميتاتور. إذن في لي فيديو اللي جايين باقيين غندوزو لي زوطخ تكنولوجي ديال لان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.